صراحة تقول انتم شايفين خيوط 18 كيف جيب مدافع الهلال الجديد بوتيا طريقة سهلة جدا. اشكركم على دعمكم على المقطع الماضي. واذا تبون شرح كيف اجيب لاعب الاتحاد الجديد فالديفيا اكتبوا لي في الكومنتات. وبسم الله نبدا. طريقة سهلة، تروح تخصيص تعديل الفرق، تسوي عادة ضبط جميع الفرق. انا سويت عادة ضبط جميع الفرق. ايش تسوي؟ تروح انتقالات الفريق، تروح السعودية، تروح لا فين 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 يب تروح بقية العالم توقع اي بقية العالم، ثم تروح اولمبياكوس، فتنزل تنزل 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 تلقى مدافع اللي هو بوتيا. هذه طاقات زي ما تشوفين، عنف 84، اعتراضات 72، دقة الراسيات 78 كويس يعني، مراقبة 73، وعندك ايضا قوة تسديد 74، تدخل بزحلق 72، تدخل واقف 75، والله يجي منه. العمر 29، 187 الطول، الوزن 80، المركز سي بي، الدولة اسبانيا، قدم بيمين، معدل العمل هجومي متوسط، دفاع مرتفع، قدم ضعيفة 2، حركات مهارة 2، يجي منه ترى، يقدر يلعب محور. فالحين تضغط على بوتيا، تطلع فوق، تلف تلف بالقير، تلقى السعودية، الهلال. الحين زي ما شايفين خلنا نوريكم بوتيا. يلا روح العب، لا روح ركلة البداية. طيب روح مثلا السعودية، حط السعودية النصر، يلا نلعب ضغط طق والنصر ضغط طق. ما راح العب المباراة بس راح أكد لكم اللعب موجود. زي ما شايفين كارلوس ادوارد وبريتوس العابد الدوسري جحفري هوساوي، هذا قائمة الهلال. فتنزل تنزل تنزل تلقى بوتيا، خلاص لعبه. وشوف زي ما شايفين من مميزات مر التمريرة الطويلة، يعني مر التمريرات الطويلة وصاحب الراسيات القوية، والله لاعب كويس اشوف. وبس هذا كان مقطع اليوم، اكتبوا لي من اللاعب الجاي. وزي ما قلت لكم اذا تبوا فالديفيا اكتبوا لي في الكومنتات. كان معك فارس فارس جيمز، ولا تنسون تنشرون الرابط القناة في كل مكان، نبي نوصل 10,000 في أقرب وقت. ويلا مع السلامة.